30 سنة قضيتهم بالناصرة. الفترة يمكن طويلة أو لك الحبة بتقضي تحت الأرض فترة أطول من الفترة اللي بتقضيها النبتة فوق الأرض. الوردة بتعيش ساعات بذرتها بالأرض، بتعيش أيام وشهور. النصرة كانت فترة صمت، واليوم أنت عن يمين الآب صامت، والعالم عم بيعيش وكأنك بالناصرة. 30 سنة وانت بين الناس، والناس مش دريانة فيك، واليوم آلاف السنين وعم بتقلنا أنا معكم ونحن مش دريانين فيك. شو طويل الناصرة، وبالأبدية يمكن رح نرجع للناصرة للتأمل، للصلاة، للفرح بالحياة الحميمة مع مريم ومع بيك. يعني حياتك العملية 3 سنين على هالأرض، وحياتك الطويلة كل أيام الناصرة وكل أيام الأبد. نعم يا رب، خلينا نختبر هالحياة الخفية، حياة الناصرة وحياة الأبد. إلك المجد. آمين.